لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية بورتو، فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية بورتو شفنا بداية الرعب الحقيقي وبداية تحركات كود ناحية تحقيق هدفه وكمان الانتقام لموت اتسوتسوكي اتشكي، وشفنا ظهور ايدا ودايمون بتقنياتهم وقوتهم المرعبة، وشفنا توتر الامور داخل قرية الورق بسبب ظهور علامات كود في كل مكان في القرية، وشفنا كلام امدو مع كواكي ومحاولة ان هو يرجع له الكارما مرة تانية، وشفنا في النهاية خروج كواكي برا القرية عشان يستدرك كود، وفعلا ظهر كود وحصل قتال بينه وبين كواكي، وكود كان على وشك ان هو ياخد كواكي لكن تدخل بورتو في النهاية وانقذ كواكي على اخر لحظة. بورتو استعد بكل ما اوتي من قوة من اجل مواجهة كود، لكن يا ترى مين اللي هينتصر في المعركة ديت، ومن هو الذي سيسحق الاخر في النهاية؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد ما استعد بورتو عشان يواجه كود، كود بيبدأ ان هو يتكلم وبيعرف نفسه لبورتو لان دوت اول لقاء بينهم هما الاتنين. كود بيقول لبورتو ان هو شخص بيحب الاتسوتسوكي جدا، بيحب الاتسوتسوكي لدرجة ان هو بيعتبرهم الالهة بتوعه، وان هو في يوم من الايام هيبقى اتسوتسوكي قوي ويملك قوة كبيرة بعد ما يأكله الوحش الجيوبي ويزرع الشجرة الالهية ويدمر الكوكب دوت. لكن بورتو بيقول لكود ان دوت في احلامك يا كود، مستحيل اخليك تأكلني الوحش الجيوبي وكمان مستحيل اخليك توصل للهدف اللي انت عايزه. كود بيتضايق من كلام بورتو بيستعد عشان يواجه بورتو، وبورتو على طول بيبدأ انه يهاجم كود. بورتو بيستخدم الشوريكن وبيهاجم كود، لكن كود بيتصدر كل طلقات الشوريكن اللي متوجهة ناحيته، لكن واحدة من الشوريكن بتتحول لنسخة بورتو وبتحاول انها تهاجم كود باسلوب البر، لكن كود برضك بيقدر انه يتفادى اسلوب البر بعد ما استخدم المخالب بتاعته. كود بيظهر مرة تانية وبيفعل الكارما البيضاء وبيبدأ في مهاجمة بورتو بكل جدية. بورتو بيحاول انه يعمل اي حاجة لكن كود بيضربه وبيطيره بعيد. كود بيبدأ ان هو يتكلم مع بورتو بيقول له انت عارف ليه مش قادر ان انت تهزمني؟ لان انت بتستخدم الكارما بشكل خاطئ. انت يا بورتو بتستخدم الكارما في انها تزود لك قوتك الجسدية وكمان تزود قوة الهجوم بتاعتك، لكن في الحقيقة استخدامك للكارما بالطريقة ديت هي طريقة خاطئة، لان الجوهر الحقيقي للكارما هو ان انت تملك خبرة الاتسوتسوكي، الخبرة القتالية اللي ظل الاتسوتسوكي يكتسبها عبر مر العصور. وانت يا بورتو لو قدرت ان انت تدمج الخبرة بتاعتك مع خبرة الاتسوتسوكي القوية، فانت كده هتحصل على قوة كبيرة جدا، قوة حرفيا ستجعلك الشخص اخر. كود بيرجع يهاجم بورتو مرة تانية وبورتو مش قادر ان هو يتحرك والتشاكرا بتاعته خلصت. كود بيقول لبورتو ان هو عايز يشوف اتسوتسوكي موموشكي، عايز يشوف قوة اتسوتسوكي موموشكي دلوقتي. كود بيستعد عشان يوجه لبورتو هجوم قوي، هجوم سوف يقضي على بورتو حرفيا، لكن على اخر لحظة بورتو بيختفي من تحت رجل كود وبيظهر مرة تانية وهو عليه عيون البايكوجان بتاعت اتسوتسوكي موموشكي وعليه هالة كبيرة جدا من التشاكرا المرعبة. كواكي بيتصدم وبيكون فاكر ان موموشكي سيطر على بورتو مرة تانية، وكود فرحان جدا وبيقول ان هو اخيرا هيشوف قوة اتسوتسوكي موموشكي، لكن بورتو بيتكلم وبيقول لكواكي ان هو يتراجع دلوقتي لان هو هيحسم المعركة. كواكي بيستغرب وبيكون مش عارف هو ازاي موموشكي ما سيطرش على بورتو، وكود هو كمان نفس الموضوع. بورتو بيرجع يهاجم كود مرة تانية وبيستخدم نسخ الظل، وكود بيستغرب لان قوة بورتو ازدادت بشكل كبير، لكن بورتو بيهاجم كود وبيخليه مش عارف يفكر. كود بيحاول ان يستخدم المخالب بتاعته عشان يهرب من هجمات بورتو، لكن بورتو برضك بيقدر انه يمسكه ويضربه ويطيره بعيد. بورتو بيستخدم الراسنجان وبيكون على وشك انه يهاجم كود، لكن طبعا كود بيقدر انه يهرب عن طريق المخالب بتاعته. كود مستغرب جدا ومش فاهم ايه اللي حصل، قوة بورتو ازدادت وكمان اتسوتسوكي موموشكي ما سيطرش عليه، ايه السبب اللي خلى اتسوتسوكي موموشكي ما يسيطرش على بورتو؟ لكن ايدا بتتكلم مع كود وتقول له ان سبب ان اتسوتسوكي موموشكي ما سيطرش على بورتو لحد دلوقتي هو الادوية بتاعت امادو اللي بورتو بياخدها. الادوية بتاعت امادو هي اللي خلت بورتو لحد دلوقتي موموشكي ما سيطرش عليه، لكن اكيد الادوية ديت لها اعراض جانبية وموموشكي هيسيطر على بورتو في اي لحظة. كود بيتضايق جدا من كلام ايدا، لكن بيقول ان هو دلوقتي هياخد كواكي ويمشي من المكان، لان هو مش عايز يتواجه مع بورتو لان بورتو دلوقتي اقوى منه واكيد هيهزمه. وفعلا بيحاول كود ان هو ياخد كواكي ويمشي من المكان، لكن كواكي بيهاجم كود وبيبعده بعيد عنه. كود بيستغرب لان كواكي من شويه كان عايز يمشي معاه وكان عايز يروح يتفاوض مع الشخص التاني اللي كان بيتكلم عليه، لكن كواكي بيقول لكود ان هو فعلا كان عايز يمشي معاه، لكن دلوقتي بعد ما عرفوا ان هو ضعيف بسبب ان هو ما فكش محددات القوه فهو برضه هيهزموه هنا ويخلصوا عليه ومش هيتفاوضوا معاه في اي حاجه.
كود بيتضايق جدا من كلام كواكي، لكن كواكي وبرتو بيبدأوا انهم يستعدوا من اجل مواجهته والتخلص منه. وفي نفس الوقت في قرية الورق بيكون لسه فريق الاستشارة عمال يدور على كواكي علشان يعرفوا مكانه، لكن ناروتو بيبص حواليه وبيلاقي ان بورتو هو كمان اختفى، فبيطلب من فريق الاستشارة انهم يحددوا مكان بورتو، لان اكيد بورتو هيكون موجود في المكان اللي موجود فيه كواكي. وفعلا فريق الاستشعار بيقدر انه يحدد المكان اللي موجود فيه بورتو، وناروتو وشيكامارو بيستعدوا من اجل الذهاب لذلك المكان والبحث عن بورتو وكواكي. نرجع تاني بقى لبورتو وكواكي اللي بيكونوا بدأوا المعركة ضد كود. بورتو وكواكي بيبدأوا ان هم يواجهوا كود بكل قوتهم، وكود مش قادر ان هو يتصدى لاي ضربة من ضرباتهم، وكمان مش قادر انه يعمل اي حاجة. المعركة بتفضل شغالة بين بورتو وكواكي وكود، لحد ما فجأة بورتو بيبدأ ان هو يحس بتعب كبير جدا، وبيبدأ يحس ان هو مش قادر انه يتحرك. كواكي بيستغرب وبيكون مش عارف هو ايه اللي حصل، لكن بورتو بيقع على الارض وبيفضل ماسك قلبه وعمال يتألم ومش قادر انه يتحرك. كود بيستغل الموضوع وبيهاجم كواكي وبيطيره بعيد، وبيستعد كود عشان يهاجم بورتو هو كمان ويخلص عليه، لكن فجأة كود بيتوقف عن الحركة والزمن كله بيتوقف. الزمن كله بيتوقف ومفيش اي حد قادر انه يتحرك غير بورتو بس. بورتو بيستغرب وبيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، لكن فجأة بيظهر اتسوتسوكي موموشكي قدام بورتو. موموشكي بيبدأ انه يتكلم وبيقول لبورتو، هو انت مفكر ان الادوية بتاعت امدو اللي بتاخدها ديت هتوقف عملية نمو الكارما؟ الادوية ديت مش مجرد غير تضييع للوقت، نمو والكارما لسه بيمشي زي ما هو. بورتو بيحاول انه يتحرك ولكن مش قادر انه يتحرك. بورتو بيبدأ انه هو يحس بنفس الشعور، الشعور اللي حسه موموشكي حط عليه الكارما اول مرة. وساعتها موموشكي قال لبورتو ان تلك العيون الزرقاء سوف تسلب منك كل شيء، كل شيء سوف يسلب منك. بورتو بيحاول انه هو يتحرك بكل ما اوتي من قوة، ولكن مفيش اي فايدة ومش قادر انه هو يتحرك. موموشكي بيبص ناحية كود وبيقول ان دوت هو العضو الاخير من منظمة الكارما، وبما انه هو العضو الاخير فاكيد هو الشخص اللي يعرف مكان وحش الجيوبي الوحش ذو الذيول العشرة. انا هستغل اللحظة ديت واعرف المكان بتاع الوحش ذو الذيول العشرة، وكمان هقتل كود واتخلص منه. موموشكي بيبص ناحية بورتو وبيقول له بدل معايا يا ولد. وفعلا موموشكي بيتبدل مع بورتو والزمن بيرجع يتحرك مرة تانية، وكود بيستغرب اول ما بيشوف اتسوتسوكي موموشكي واقف قدامه، لكن موموشكي بيمد ايديه ناحية كود وبيعمل راسنجان عملاقة، راسنجان عملاقة جدا. كواكي مصدوم لان موموشكي سيطر على بورتو، لكن كود بقى خايف اكتر واكتر لان موموشكي هيفجر فيه الراسنجان العملاقة ديت. الراسنجان فعلا بتنفجر في كود، لكن كود على اخر لحظة بيقدر ان هو يهرب، بيقدر انه يهرب عن طريق المخالب بتاعته. كود بينزل من قوة موموشكي، وموموشكي بيستخدم الراسنجان العملاقة مرة تانية وبيهاجم كود. كود بيفضل يهرب من الراسنجان العملاقة اللي عمال موموشكي يحدفها عليه. موموشكي كل شويه ينشئ رازنجان عملاقه ويحدفها ناحيه كود. كود بيمسك كواكي وبيهدد موموشكي بيه، لان كود عارف ان موموشكي عايز يزرع الشجره الالهيه زيه وهيخلي كواكي هو طعم الجيوبي، لكن مش موموشكي هو اللي يتهدد يابا. موموشكي بيستخدم الرازنجان وبيحولها لرازنجان صغيره وبيحدفها ناحيه كود زي الطلقه بالظبط. الرازنجان بتصيب كود وبتخليه مش قادر انه يتحرك، وموموشكي بيهاجم كود وبيضربه وبيطيره بعيد. موموشكي بيمسك كواكي وبيفضل جره على الارض عشان ما يخليش كود يقرب منه مره تانية، لكن كواكي بيتضايق وبيحاول ان هو يهاجم موموشكي، لكن طبعا موموشكي بيضرب كواكي وبيطيره بعيد. موموشكي بيقرب من كواكي وبيقول له ان هو ما كانش عايز يأذيه، لكن بما انه هو عايز يعيقه فهو هيكسر له ايديه عشان ما يقدرش ان هو يتحرك. لكن قبل ما بيكسر موموشكي ايد كواكي بيظهر شيكامارو اللي بيستخدم تقنيه شلل الظل وبيقيد موموشكي، وبيظهر كمان ناروتو اللي بياخد كواكي من قدام موموشكي. كواكي بيتضايق اول ما بيشوف ناروتو وبيقوله ان هو ما كانش ينفع يجي لهنا لان الموضوع ازداد سوء وهو ممكن يتأذى وممكن يموت، لكن ناروتو بيهدي كواكي وبيقوله ان هو ما يقلقش وان هو الهوكاجي وان هو لازم يحمي القريه. شيكامارو بيحاول ان هو يستخدم تقنيه شلل الظل عشان يقيد كل جسم موموشكي، لكن موموشكي بكل سهوله بيقدر انه يكسر تقنيه شلل الظل. شيكامارو بيتضايق جدا وبيكون مش عارف يعمل ايه، لكن كود فجاه بيجي من ورا شيكامارو وبيمسكه وبيقول لناروتو ان هو لو اتحرك هيقطع راس شيكامارو ويخلص عليه. ناروتو بيتضايق ولكن كود بيستغل الوضع وبيقول لموموشكي ان هو دلوقتي يهاجم ناروتو ويخلص عليه، لان دلوقتي ناروتو مش هيقدر انه يتحرك لان انا ماسك شيكامارو. ورغم ان موموشكي بيكره كود وعايز يتخلص منه، الا ان هو قرر انه يستغل اللحظه ديت ويهاجم ناروتو ويخلص عليه، لان ناروتو مش هيقدر انه يتحرك طول ما شيكامارو متقيد من كود. وفعلا موموشكي بيبص ناحيه ناروتو وبيقول له ان هو دلوقتي هيقتله ويخلص عليه، هيقتله ويخلص
يخلص عليه وكده يكون نفذ الانتقام بتاعه منه. كواكي بيتعصب جدا وبيحاول ان هو يهاجم موموشكي، لكن موموشكي بيفضل يضرب في كواكي ضرب قوي جدا وبيطيره بعيد. كواكي بيقع على الارض وبيكون مش قادر انه يتحرك نهائيا، وموموشكي بيستعد من اجل توجيه الراسنجان العملاقه ناحيه ناروتو والتخلص منه. شيكامارو بيفضل يقول لناروتو ان هو يبعد بعد المكان، لكن ناروتو مش عايز يتحرك عشان ما يخليش شيكامارو يتاذى. ناروتو بيقف قدام الراسنجان العملاقه وبيستعد من اجل تلقي الهجوم. موموشكي بيعمل الراسنجان العملاقه وبيحدفها ناحيه ناروتو، والراسنجان العملاقه خلاص هتنفجر وتاذي ناروتو وتخلص عليه. لكن فجاه الراسنجان العملاقة بتختفي واكن في حد بيمتصها. موموشكي وكل الموجودين بيستغربوا وبيكونوا مش فاهمين هو ايه اللي بيحصل. ومن وسط الدخان اللي موجود في المكان بيظهر كواكي مرة تانية وهو واقف قدام ناروتو. بيظهر كواكي هو عنده الكارما. ناروتو وكل الموجودين مصدومين، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ازاي كواكي رجعت له الكارما مرة تانية؟ لكن ايدا بتتكلم مع كودو وبتقول له ان الشخص اللي رجع الكارما لكواكي هو امادو. فاكرين اما كان امادو بيعرض على كواكي ان هو يرجع له الكارما؟ امادو ما كانش بيعرض على كواكي ان هو يرجع له الكارما، لا ده امادو اصلا رجع الكارما لكواكي وبعد كده عرض عليه الموضوع. وطبعا بعد ما رجع امادو لكواكي الكارما كان فاضل بس ان كواكي يتعرض لموقف صعب عشان يقدروا يعمل ايقاظ للكارما داخل جسمه مره تانية. وطبعا كل اللي حصل في المعركه دوت كافيين انه يخلي الكارما تتحيي مره تانية داخل جسم كواكي. ناروتو بيكون مش فاهم اي حاجه، لكن كواكي بيقول لناروتو ان هو يرتاح وان هو يخلص الموضوع دوت في اسرع وقت. موموشكي بيبدأ انه يتكلم مع كواكي وبيقول له ان اكيد اللي رجع لك الكارما دوت هو امادو، لكن اكيد امادو بيخطط لحاجة من رجوع الكارما ليك، اكيد بيفكر في حاجة عايز يعملها بالكارما بتاعتك. لكن كواكي ما بيردش على اتشكي وبيفعل العين بتاعته اللي هي عين سوكوهاناي، واللي هي اصلا عين اتسوكي اتشكي، واللي كان بيصغر بيها الحاجات وبيكبرها. كواكي بيستخدم العين بتاعته وبيهاجم موموشكي بعدد كبير جدا من القضبان الحديدية. موموشكي بيتفادى كل القضبان الحديدية، لكن كواكي بينزل عليه مكعبات عملاقه ودوت عشان يخلص عليه. التقنيات اللي بيستخدمها كواكي في مهاجمه موموشكي هي نفس التقنيات اللي كان بيستخدمها ايتشكي بالظبط، واكن كواكي بقى نسخه من ايتشكي تماما. موموشكي بيبدا ان هو يهاجم كواكي، وكواكي بيبدا ان هو يهاجم موموشكي، الاثنين بيبداوا ان هم يتبادلوا الضربات مع بعضهم. كواكي بيستخدم اسلوب النار وبيحاول ان هو يهاجم موموشكي، لكن موموشكي بيقدر انه يتفادى الضربه بتاعت كواكي. القتال بيحتدم والموضوع بدا انه يزداد قوه. موموشكي بيضرب كواكي ضربات وكواكي بيضرب موموشكي ضربات، مفيش اي حد بينهم، هما الاثنين قادر انه يتغلب على التاني، الاثنين في نفس مستوى القوه تقريبا. موموشكي بيحاول ان هو يستخدم الشوريكن ويهاجم كواكي، لكن كواكي باستخدام عينيه بيقدر انه يصغر حجم الشوريكن، وكمان بيقدر انه يرد الهجوم على موموشكي. لكن موموشكي بيقدر انه يتفادى كل الضربات بتاعت كواكي بسرعه كبيره. موموشكي بيستخدم الراسنجان وبينطلق ناحيه كواكي بسرعه مهوله جدا. كواكي بيستخدم ايديه الاصطناعيه وبيصطدم مع موموشكي الذي يستخدم الراسنجان. الاصطدام بيكون قوي جدا لدرجه ان المكان كله بينفجر. كواكي بيستدعي عواميد عملاقه وبيوقعها على موموشكي، لكن موموشكي بيقدر انه يتفادى العواميد العملاقه ديت كلها بكل سهوله. لكن بيبدا في اللحظه ديت بورتو ان هو يفوق. كواكي بيستغل الوضع وبيهاجم موموشكي بالقضبان الحديديه، وموموشكي بيتعصب جدا لان بسبب بورتو ما كانش قادر انه يتفادى الهجوم دوت. موموشكي بيقع على الارض وكواكي بيستدعي مكعب عملاق عشان يوقعه على موموشكي ويخلص عليه، لكن على اخر لحظه بيتدخل ناروتو وبينقذ بورتو قبل ما المكعب يقع عليه. ناروتو بيقول لكواكي ان خلاص الموضوع انتهى، بورتو بدا انه يرجع لوعيه وان هو خلاص مش لازم يهاجمه، لكن كواكي بيرفض ان هو يتراجع. كواكي بيقول لناروتو ان هما لازم ينهوا الموضوع دوت هنا ودلوقتي. ناروتو بيتعصب جدا وبيقول لكواكي هو انت عايز تعمل ايه؟ انت فقدت عقلك ولا ايه يا كواكي؟ انت عايز تقتل بورتو؟ قلت لك خلاص بورتو بدا انه يرجع لوعيه. لكن كواكي بيقول لناروتو ان المشكله هو ان بورتو ابنك، عشان كده لو كان بورتو بيهدد حياتك فانت برضك مش هتقتله عشان هو ابنك، لكن انا موجود هنا عشان اعمل اللي انت مش هتقدر تعمله. انا النهارده هتخلص من بورتو عشان اتخلص من الشيطان اللي جواه، انا هقتل بورتو عشان اخلص على تسوكي موموشكي. ناروتو بيتعصب جدا من الكلام اللي بيقوله كواكي، لكن في اللحظه دي بيقف بورتو مره تانيه على رجليه، وبيكون باين كده ان موموشكي بيحاول يسيطر عليه مره تانيه. كواكي بيبص لبورتو وبيقول له فاكر الوعد اللي انا وعدتك بيه؟ انا وعدتك ان انا هوقفك لو اتحولت لتسوكي موموشكي مره تانيه، وانا دلوقتي بنفذ الوعد اللي وعدتك بيه يا بورتو. بورتو بيقول لكواكي ان هو النهارده اكتشف حاجه مهمه، والحاجه ديت هو ان مهما حصل موموشكي ممكن برضك يسيطر عليه ويأذي كل الناس اللي حواليه، علشان كده يا كواكي انا
مستعد دلوقتي، مستعد لتنفيذ الحاجة اللي اتفقنا عليها. ناروتو بيستغرب وبيكون مش فاهم اي حاجة من كلام كواكي وبورتو، لكن بورتو بيقول لناروتو ان هو يقول لاخته هاماوري وكمان يقول لامه ان هو كان بيحبهم جدا. ناروتو بيستنتج ان بورتو عايز يضحي بنفسه وبيحاول ان هو يوقفه، لكن بورتو بيستخدم اسلوب الرياح وبيهاجم ناروتو وبيبعده وبيبعد عنه. بورتو بيبص لكواكي وبيقول له ان هو مش هيقدر يطلب الحاجة ديت من اي حد تاني، لكن انت الوحيد اللي تقدر تعملها يا كواكي، اعملها يا اخي. كواكي بيقرب من بورتو وبيستخدم دل الاصطناعية وبيدخلها جوه جسم بورتو وبيدمر جسم بورتو حرفيا. كل الاشخاص اللي موجودين في المكان مصدومين، مش مصدقين هو ايه اللي بيحصل بالظبط. كواكي بيقتل بورتو قدام الكل، بورتو بيقع على الارض وهو ميت وقاطع نفس نهائيا. هكذا مات بورتو، والقاتل هو كواكي. ناروتو بيجري ناحية بورتو وبيحاول ان هو يصحيه. ناروتو من كتر الصدمة دخل في حالة هستيريا، مش فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط. ابنه مات قدام عينيه وما قدرش انه يعمل اي حاجة، ما قدرش ان هو يدافع عن ابنه. كواكي بيرجع يتحرك مرة تانية، ولكن المرة دي ناحية كود. كود بيحاول ان يهدد كواكي وبيقوله ان هو لو قرب هيقتل شيكامارو، لكن كواكي بيقوله ان هو مش فارقة مع الاشخاص اللي يموتوا، اهم حاجة بالنسبة له هو حماية الهوكاجي السابع وبس. كود بيضايق جدا وبيحاول ان هو يهرب من المكان باستخدام المخالب بتاعته، لكن كواكي باستخدام تقنية التصغير بيقدر انه يصغر حجم المخالب عشان يمنع كود ان هو يهرب. كود بيضايق جدا، ولكن كواكي بيقوله هو انت مفكر نفسك هتهرب من هنا ولا ايه يا كود؟ انا هقتلك هنا وهخلص عليك. كواكي بيبدأ في الهجوم على كود وبيضرب كود وبيلزقه في الحيط. كواكي بيبدأ في ان هو يهاجم كود بهجمات قوية، وكود مش قدامه اي فرصة قدام كواكي. كود بيقع على الارض وبيكون مش قادر انه يتحرك، وكواكي بيمد ايديه قدام كود وبيقول له الوداع يا كود. كواكي بيعمل كرة كبيرة جدا من الطاقة عشان يفجرها في كود، وفعلا الكرة كلها بتنفجر في كود وبتدمر المكان كله حرفيا. لكن فجأة بيظهر من وسط الدخان بتاع الانفجار كواكي وهو متصاب باصابات خطيرة، وكمان واقع على الارض ومغمى عليه. شيكامارو اللي كان بيراقب المعركة بيكون مستغرب هو ايه اللي حصل، لكن كود فجأة بيظهر من وسط الدخان وهو مخلي دايمون واقف فوق راسه. كود استخدم دايمون كدرع، وبسبب تقنية دايمون في عكس الهجمات الهجمة اتعكست على كواكي وكواكي هو اللي اتصاب بيها. شيكامارو بيستغرب وبيكون مش عارف هو مين الولد اللي اسمه دايمون دوت، لكن كود بيرجع دايمون لمكانه مرة تانية وبيشكره لان هو ساعده. ايه ده، بتتضايق جدا من كود وبتقول له انت ازاي تستخدم اخويا دايمون كدرع؟ انا هسامحك بس المرة دي، لكن المرة الجاية هخلي اخويا دايمون يقتلك. لكن كود بيقول لايدا انها ما تقلقش وان كواكي ما ماتش ولا اي حاجة، وكل اللي حصله بس ان هو اغمى عليه. شيكامارو بيحاول ان هو يقبض على كود، لكن كود بيقدر ان يتفادى تقنية شلل الظل بتاعته. كود بيتكلم مع شيكامارو وبيقول له ان هو يوصل الرسالة ديت لامادو، ويقول للامادو ان هو هيجيله قريب، هيجيله قريب عشان يرجع قوته الحقيقية، وان اول ما ارجع قوتي الحقيقية هقدر ان انا اهزمكم كلكم، ههزمكم كلكم واتخلص منه. كود بيخلص كلامه مع شيكامارو وبيمشي من المكان. شيكامارو على طول بيروح يشوف ناروتو اللي بيكون قاعد حزين جدا ومش مصدق ان ابنه بورتو مات، لكن فجأة وبدون اي سابق انذار بورتو بيتحرك مرة تانية وبيقول لناروتو ان هو لسه ما ماتش وان هما ما يعيطوش عليه. ناروتو بيتصدم وكمان شيكامارو بيتصدم، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ بورتو بيقوم مرة تانية واكن مفيش اي حاجة حصلت. ناروتو بيحضن بورتو وهو فرحان جدا وعمال يعيط ومش مصدق ان ابنه بورتو لسه عايش. شيكامارو بيبص على الجرح بتاع بورتو وبيلاقي ان الجرح اختفى. بورتو بيبص هو كمان للجرح وبيلاقي ان الجرح ظهر عليه علامه زي علامه الكارما، وكمان اختفى الجرح واكنه ما اتصابش باي حاجه. لكن فجاه الزمن بيتوقف مره تانية وبيظهر موموشكي مره تانية لبورتو. بورتو بيسال موموشكي وبيقول له هو ايه اللي حصل؟ ازاي هو عايش لحد دلوقتي؟ موموشكي بيبدا انه يتكلم وبيقول لبورتو ان خسارته للوعاء بتاعه يعني خسارته لحياته هو كمان. يعني باختصار يا بورتو، انا لو كنت خليتك تموت فانا كنت كمان هموت معك وهختفي للابد زي ما حصل مع توتسوكي اتشكي، لكن انا طبعا ما خليتكش تموت واستخدمت القوة بتاعتي واعدت احيائك مرة تانية. بورتو بيستغرب وبيكون مش عارف موموشكي عمل كده ازاي، لكن موموشكي بيقوله ان هو استخدم الكارما بتاعته والبيانات بتاعته في ان هو اعاد احيائه. يعني باختصار موموشكي
يستخدم الاعضاء بتاعته اللي كان هيتحيي بيها في جسم بورتو وبدلها باعضاء بورتو اللي تم تدميرها من كواكي وخلى بورتو يعيش مره تانية. وطبعا بسبب اللي حصل دوت عمليه نمو الكارما داخل جسم بورتو توقفت ومش هيقدر مومشكي في المستقبل انه يتحيي في جسم بورتو وبورتو يموت زي ما كان هيحصل في الاول. مومشكي بيكمل كلامه لبورتو وبيقول له ان بسبب البيانات بتاعت الاتسوكي اللي اختلطت مع جسمك انت كده يا بورتو ما اصبحتش بشر عادي، انت اصبحت من النهارده اتسوكي بشكل كامل. بورتو بيقول لمومشكي ان هو حتى لو بقى اتسوكي بشكل كامل فبرضك دوت مش هيمنع ان هو انتصر عليه، هو كده انتصر وقدر ان هو ينفذ الحاجه اللي كان عايز يعملها وان هو ما يتحييش في جسمه في المستقبل. لكن مومشكي بيقول لبورتو ما تفتكرش ان انا عملت كل دوت عشانك، ما تفتكرش ان انا خليتك عايش لحد دلوقتي بس عشان مصلحتك، انا عملت كل دوت بس عشان مصلحتي الشخصيه. مومشكي بيضحك وبيقول لبورتو اوعى تنسى ايها الولد، اوعى تنسى النبوءه اللي انا قلت لك عليها، تلك العيون الزرقاء التي سوف تسلب منك كل شيء. اوعى تفتكر ان انت عشان خلاص مش قادر ان انا اسيطر على جسمك او اتحيف جسمك او عشان بقيت اتسوكي بشكل كامل فالنبوءه ديت مش هتتحقق، النبوءه ديت في طريقها للتحقق الان. وفي يوم من الايام ايها الولد سوف تخسر كل شيء، سوف تخسر كل شيء وسوف تعتبر نكره بالنسبه للجميع. الزمن بيرجع يتحرك مره ثانيه ومومشكي بيختفي وبورتو بيبدا ان هو يتكلم مع ناروتو ويحكي له على كل اللي قاله له مومشكي ويقول له هو ازاي لسه عايش لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت كانت ايدا شايفه كل حاجه وسمع كل حاجه بيقولها بورتو لناروتو وعرفت ان بورتو لسه عايش وعرفت كمان ان هو بقى اتسوتسوكي بشكل كامل. كود بيفرح جدا لان بورتو لسه عايش وكمان بقى اتسوتسوكي كامل ويقدر ان هو يضحي بالوحش الجيوبي. وفي نفس الوقت في قريه الورق كواكي بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى وبيلاقي جنبه البنت اللي اسمها سوموري. كواكي بيستغرب وبيقول ان هو ازاي لسه موجود في المستشفى وان هم المفروض يقبضوا عليه او حتى يعدموه بعد ما قتل ابن الهوكاجي بورتو. سوموري بتستغرب من الكلام اللي بيقوله كواكي وبتقوله ان بورتو لسه بخير وان هو ما اتاذاش باي اذى. كواكي بيستغرب وبيكون مش عارف هو ازاي بورتو لسه عايش بعد الهجوم اللي هاجمه بيه. ومن الناحيه الثانيه بيكون بورتو واقف على رؤوس الهوكاجي وبيفكر في النبوءه اللي مومشكي عمال يقول له عليها. وفي الوقت دوت بيجي كواكي وبيقول لبورتو ان هو ما كانش متوقع ابدا ان هو يكون عايش لحد دلوقتي. بورتو بيتكلم مع كواكي وبيقول له ان تلك العيون الزرقاء سوف تسلب منك كل شيء، هو دوت الكلام اللي قاله لي احد الاشخاص، في احد الاشخاص قال لي الكلام دوت وقال لي كمان ان انا هخسر كل حاجه. كواكي بيقول لبورتو هو ايه الحاجه المهمه اللي بالنسبه لك اللي ممكن تخسرها؟ هل هي القريه ولا عائلتك ولا اصدقائك؟ هل هي ديت الحاجات المهمه اللي انت ممكن تخسرها؟ اذا كانت هي ديت الحاجات المهمه بالنسبه لك اللي انت خايف تخسرها فانا عندي حاجه واحده بس مهمه خايف اخسرها وهو الهوكاجي السابع. الهوكاجي السابع بالنسبه لي هو كل حاجه، علشان كده انا هحميه من اي حاجه تضره او اي حاجه تاذيه واقتل اي شخص يحاول انه يمسه باي اذى. بورتو بيتكلم وبيقول ان هو كمان هيثبت ان النبوءه اللي قال له عليها تتسوكي مومشكي ديت هي نبوءه خاطئه. كواكي وبورتو هما الاثنين بيقسموا ان هما هيحققوا اهدافهم، هما الاثنين بيسعوا لاهداف مختلفه. كواكي عايز يحمي ناروتو من اي اذى وبورتو عايز يثبت ان نبوءه مومشكي نبوءه خاطئه. المشهد بينتقل بينا للمستقبل، بينتقل بينا للمستقبل وبورتو وكواكي لسه بيتقاتلوا على رؤوس الهوكاجي وسط القريه المدمره. رغم ان احنا مرينا باحداث كتير الا ان احنا لسه ما وصلناش ولسه ما عرفناش هو بورتو وكواكي كان بيتقاتلوا في الوقت دوت ليه، ليه بيتقاتلوا وسط القريه المدمره ديت، يا ترى هو ايه اللي حصل خلى بورتو وكواكي يوصلوا للمرحله ديت، وكمان هو ايه حكايه نبوءه اتسوتسوكي مومشكي اللي كل شويه يقول لبورتو عليها، وهل فعلا بورتو هيخسر كل حاجه في حياته، وهل فعلا كواكي هيقدر يحمي ناروتو من اي اذى، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ دوت اللي هنعرفه في الموسم الثاني من انمي بورتو، لان خلاص دوت اخر جزء في الموسم الاول. الموسم الاول خلاص خلص بعد 293 حلقه متكاملين، لكن لسه الاحداث ما خلصتش ولسه التساؤلات برضك ما خلصتش. علشان كده استنونا في الجزء القادم والموسم القادم من انمي بورتو، وما تنسوش ان انتوا تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، والسلام.